السلام عليكم، معكم دكتورة جنة إحسان، طبيبة مختصة في طب التجميل. عمري 29 سنة وعندي العيادة تاعي في سيدي يحيى. الجيوب واليسارين تحت العيون عندنا عدة تقنيات ليهم، لا ميزوثيرابي، لو فيلر نعمروه من تحت، كاين آلات ثانية تخلصونا من النفخ تحت العيون كيما لا راديو فريكونس. عندنا عدة تقنيات كيف نديروهم. نقدروا نبداو كي تكون وحده صغيره، نبداو لها غير بديكريم اي دي ميديكامون تاخذهم على حساب الحاله تاعها، ولا نلحقوا لي انجكسيون سور بلاس اون كابيني، ولا كاين ميم دي لازير اللي نحو لي سيكاتريس. اولا شنو هما تجاعيد؟ هو لا بيرت دو كولاجين، يصرى انكسار في البشره تنطبق تولي لنا تجاعيد. وشنو هما الاسباب تاع نقص الكولاجين في البشره؟ تعرض للشمس بدون وقايه، السن، نكبروا في السن اوتوماتيكمون راح يخرجوا لنا تجاعيد، والبشره الناشفه هي اكثر بشره معرضه للتجاعيد. الوحده اللي ما ترطبش البشره تاعها ملي كانت صغيره لي كريم ايدغاتونت اي تو، كي تكبر غير شويه 25 ans elle peut commencer à en avoir. علاجات تاع التجاعيد، اولا نبداو لا بريفونسيون، الوقايه منها هي شرب الماء بزاف، ترطيب البشره مادام الوحده صغيره، الوقايه من الشمس. من بعد كيفوتوا يبداو سالي ساكروز، كيبداو يكونوا صغار نقدروا غير بالبلازما نتخلصوا منهم، نقدروا بالالات سيركي لا راديو فريكونس نتخلصوا منهم. ومن بعد خلاص اذا لا بو تكسرت، صافي دي كاسيور فلابو تكسرت ودارت لنا تجاعيد، تما عندنا غير البوتوكس اللي يقدر يمحيهم منا، والمده مؤقته بيان سور. البوتوكس يشد 6 شهور ماشي اكثر، الجسم يتخلص منها. يقدر الوحده اللي تكون دارتوها دواوين جديده ابارتيغ دو 4ام 5ام يبدا يروح لي في تاعو، يبداو يرجعوا التجاعيد كيما كانوا من قبل ماشي اكثر. لا رينوبلاستي هي لا شيرجي دو ني، عمليه تاع الانف، بصح حنا نقولوا رينوبلاستي ميديكال، معناتها تصحيح الانف بطريقه طبيه كلينيكمون ماشي بعمليه جراحيه، ونديروها اون جينيرال افيك دو فيلر بلاسيد ديالورونيك. ماشي كامل العيوب تاع الانف نقدروا نصلحوهم ميديكالمون بلي انجكسيون. اكثر الحالات اللي جونا اللي تكون عندهم اون بوس، يكون هذا داخل هذا خارج، نقدروا نساويوه في لو بروفيل يكون باين مليح. كاين اللي عندهم لي ناغين مفتوحين بزاف نقدروا نهبطوهم لهم، اللي عندهم هنايا لابوينت جوني هابطه نقدروا نطلعوها لهم بالفيلاكوس. نتاش بغن هي البقع البنيه اللي جينا، خاصة احنا الجزائريين البشرة الافريقية معرضة بزاف باش يكون عندها ديتاش بغون، عندنا الشمس تحرق بزاف، وعندنا ديجا فليجين يجونا البقع البنية كيما مالينا. كاين سبب واحد اخر يخلي لي تاش بغون يجو، هو الهرمونات ابخي اون غروسيس، يجينا لو ماسك دو غروسيس، ولا ابخي اون بريز دو بيل. اون تونت لا شانس افيك دي كريم دي ماسك، نسيو نعطو الفرصة للبشرة باش تتخلص منهم. اهم حاجة تانية الوقاية من الشمس، لا بروتيكسيون سولير avec une bonne manière de protection. عندنا حاجه واحده اخرى، كاين لو لازير اللي ينحي البقع البنيه، كاين دو بيلينغ ينحي البقع البنيه. المبالغه في عمليه التجميل تقدر تكون مضره اذا الوحده ولا عندها هوس تاع هذه العمليات، وتولي دير وخلاص وتزيد وتزيد وتكثر حتى تغير شكلها كامل، ما يوليش تصحيح ولا دي غوتوش، يولي تغيير تاع الشكل. يقدر ثاني تقدمها نحق انه نفس الماده بكميه كبيره، الجسم البافينير باغ لا روجتي ما يتقبلهاش ما يحملهاش، يدير عليها ديزاليرجي ولا يدير عليها ديزانفيكسيون. المسالات المفتوحه نقدروا نديروا لهم دي بيلينغ، نقدروا نديروا لهم انا شخصيا في عيادتي ندير البي اخ بي افيك لا تكنيك دو ميكرو نيدلينغ، اللي هي حقن صغيره تندار في البشره باش تحفزها على انها تتجدد وتتزير. في الجسم المسامات اون جينيرال يكونوا على جل الشعره كي تكون خشينه. ازاله الشعر نهائيا راح اولا الشعره تبدا تخفف في الاول تولي رقيقه، دونك المسامات تتزير، ومن بعد كي تروح ديفينيتيفمون المسامه وحدها راح تتغلق افيك لو تون. تاتواج يتنحى بدي لازير سبيسيال ينحو يديروا دي بيغمونطاسيون تاع لي بيغمون هذوك اللي رسموهم بالتاتواج، ولازم له بزاف لي سيونس باش يتنحى، و اون جينيرال ما يتنحاش 100%، ولازم يلحق دي فوا حتى 12 حصه ولا اكثر. لي تاج دو غوسيغ عمرنا ما راح نقدروا نحوهم 100%، خاطر هما جاونا جينيتيكمون في الخلايا تاعنا عندنا لي تاج دو غوسيغ. بصح اللي عندهم ديتاج دو غوسيغ يقدروا يكثروا لهم ويزيدوا لهم مع الوقت مع الشمس، يولوا بلوس ليتاج دو غوسيغ عندنا ديتاج بغون. هذوك ليتاج بغون نقدروا نخففوهم اون فاليزي كليغسيغ، يخففوا ما يولوش يبان لنا الوتش مبقع بزاف.
لا سيكاتريس اللي ما تنحاش كاع هي لا سيكاتريس اللي قديمه بزاف واللي تكون اصلا في الاول كسرات انا با بيان سيكاتريزي، مثلا عمليه جديده يكون الخياطه تاعها ماشي مليحه، الا في دي كيلويد اي تو ما الا با بيان سيكاتريزي ناتوريلمون، احيانا ما يكونش عندها كاع امل انها تتنحى. الحروق اللي تكون سوبرفيسيال وخفيفه من الدرجه الاولى للثانيه واللي تكون جديده يقدر يداويها طبيب التجميل. طبيب التجميل سي اون ميديسين دو لوكس، العمليه تاعها ايه يكلفوا لانه الدراسه تاعها مكلفه، المواد تاعها مكلفه، الالات اللي نستعملوهم فيها مكلفه بزاف، والنتيجه اللي تعطيها ثاني نتيجه مرضيه بزاف. كاين عندي كالكو باسيون رجال اللي يجوا على ديفيرون بريستاسيون، لاكني لي سيكاتريس داكني بور لي جون لي غيد، تجعل التسوى تاع هنا ولا تاع هنا يجوا يعمروا يديروا دي كومبلومون، تساقط الشعر ثاني تيجوا على جالو يديروا حقن البلازمون. تساقط الشعر دابوغ على حسب السبب تاعو، حين يكون جينيتيك ولا بعد ستريس ولا بعد ان شامبينيون ولا هرموني، كاين عدة أسباب تاع تساقط الشعر، وبعض الحالات نقدروا نعالجوها بالطب التجميلي، أون جينيرال نديرو حقن تاع فيتامينات لا ميزوثيرابي ولا حقن تاع بلازما. كاين بعض الحالات إكستخيم وين يكون الشعر خلاص فرغ بزاف، وين لازملو زرع الشعر، ومور الزرع نديرو حقن البلازما باش هداك لي زامبلون هادو كيشدو أكثر. تنبع مياه أورياج الصافية من أعالي جبال الألب وتتشبع بكل المعادن والعناصر اللي تخليكم تنسوا مخاطر الشمس. لي لابوراتوار أورياج توفر مستحضرات شمسية لكل بشرة اللي تحتاج حماية قصوى، وقاية من البقع الداكنة، ترطيب للبشرة الدهنية، ولحماية آمنة لأطفالكم. يوصى به من طرف أخصائي الجلد، يباع في الصيدليات مع مجموعة باريسان، خوضوا أفضل ما في الشمس.